بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الزكاة، في كتاب الزكاة، وقفنا عند قوله باب زكاة العروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض، والمراد به السلعة، فالعروض هي السلع، سميت بذلك لأنها تكون معروضة للبيع، وقيل سميت بذلك لأنها تعرض وتزول. ووجوب الزكاة في العروض مأخوذ من عموم الآيات التي تأمر بإيتاء الزكاة، وفي عموم الأموال كما في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والعروض داخلة في الأموال دخولا أوليا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع. ووجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذا بيان لشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطان. الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني بكسبه، كالبيع والشراء والتأجير والأجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به، يخرج بذلك ما لو ملكها بغير فعله كالهبة والميراث. والشرط الثاني أن ينويها للبيع، فلو ملكها بفعله من غير نية البيع بل أراد أن يقتنيها أو أن يستهلكها فلا زكاة فيها، لأنها لم تعد للتجارة ولم تعد للبيع، وإنما قصد بها أن يستهلكها ويستنفقها لمصالحه. والشرط الثالث أن يمضي الحول عليها وهي في ملكه، أو على قيمتها إن كان باعها، على قيمتها التي اشتراها بها، على قيمتها التي اشتراها بها، أو يمضي الحول عليها هي إن كان ملكها بفعله كما سبق.
من حين تملكها، يبدأ الحول من حين تملكه لها. نعم. قال: فإن ملكها بإرث أو بفعل أو بفعله بغير نية التجارة، نعم، ثم نواها لم تصر لها. يعني لا، إذا اختل شرط من الشرطين، هو ملكها بفعله لكن لم ينوي حين تملكه لها التجارة، وإنما جاءت النية فيما بعد، تملكها يريد استعمالها أو استهلاكها، ثم عرض له أن ينوي بيعها، فعلى قولين: القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية، لأن النية تأخرت عن تملك، وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها. فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها به زكيها، وهذا الذي مشى عليه هنا. القول الثاني أنه يبدأ الحول من حين النية، من حين نواها للبيع، لأنه بنيته لها صارت مالا تجاريا، فتجب فيها الزكاة. نعم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الحول يبدأ من حين نيته إياها للتجارة، ولو لم ينوي ذلك عند التملك. نعم. أنها تبدأ من حال نيته. نعم. حسن الله عليك. قال: وتقوم عند الحول وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. هذا بيان لكيفية تزكية العروض. عرفنا فيما سبق أن الزكاة تجب في عين المال، فمثلا يخرج من الغنم من جنسها غنما، ويخرج من النقود دراهم أو دنانير، يخرج من جنسها سواء منها أو مما هو من جنسها. عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع لا يخرج من نفس العروض، وإنما يخرج من قيمتها بأن يقومها، أي يثمنها عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قدرها والتي تساويها عند تمام الحول، ولا يعتبر ما شراها به، لا يعتبر ما اشتراها به، بل يعتبر قيمتها التي تساويها عند رأس الحول، سواء زادت على قيمة الشراء أو ساوت أو نقصت. نعم. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، هذا هو. وإن اشترى، والواجب فيها، الواجب في العروض ربع العشر من قيمتها المقدرة عند رأس الحول، ربع العشر أي 2.5%. نعم. قال: وإن اشترى عرضا أو عرضا، عرضا عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. نعم. إذا اشترى عرضا يعني سلعة بأثمان يعني بنقود من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية، فإنه يبني على حول الثمن، لا على حول العروض. فلو اشترى العروض في آخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به، فإنه يعتبر شهر رأس المال ولا يعتبر شهر تملكه للعروض، لأن هذه العروض نائبة عن الدراهم أو الأثمان التي اشتراها به، والنائب يبدأ من عهد المنوب عنه، يبدأ من حول المنوب عنه لأنه فرع عليه فيأخذ حكمه. فلو فرضنا أن عنده مثلا 100 ريال، نعم، ثم
لما لم يبقى على تمام الحول على 100 ريال إلا شهر، ثم اشترى بهذه 100 عروض تجارة، تحولت النقود إلى عروض تجارة. نقول يزكي هذه العروض من حين تمام رأس، من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو 100، فيقومها ولو ما مضى عليها عنده إلا شهر، يقومها نظرا لأن ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله، فيقومها ويزكيها. نعم. قال: وإن اشتراه بسائمة لم يبني. وكذلك لو اشترى هذه العروض بعروض مثلها فإنه يبني على حول العروض الأولى التي دخلت في الثمن. نعم. يعني اشتراها بعروض مثلها فإنه يبني على حول الأصل، وهو العروض التي جعلها ثمنا لهذه العروض الجديدة. نعم. قال: وإن اشتراها بسائمة لم يبني. لو اشتراها بسائمة من بهيمة الأنعام لم يبني، لاختلاف الجنسين، لأن السائمة غير العروض وغير النقود، لاختلاف الأحكام أيضا، فإن أحكام زكاة السائمة تختلف عن أحكام زكاة العروض وزكاة النقود. نعم. فينقطع الحول، ينقطع الحول. فلو كان عنده مثلا 5 من الإبل وقبل أن يتم عليها الحول اشترى بها عروضا، اشترى بهذه الإبل عروضا، فنقول يبدأ الحول حول العروض هذه من يلغو حول الإبل لأنه لم يتم. نعم. يلغو حول الإبل لأنه لم يتم، ويبدأ حول العروض من حين اشتراها ناويا بها التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر، الزكاة هي الصدقة، سميت زكاة لأنها تزكي، أي تطهر الشيء الذي أخرجت عنه، تطهره وتنميه وتزيده، فسميت زكاة كما سبق. وزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة الذي سببها الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها، وهذه الزكاة هي زكاة عن البدن، والذي سبق زكاة عن الأموال. نعم. وأما هذه فهي زكاة عن البدن وليست عن الأموال، ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجدها، وتجب على الحر والعبد، وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنها فريضة على البدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. زكاة الفطر واجبة، يعني فرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. قالوا تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، وصلى يعني صلى صلاة العيد، ففي الآية دليل على مشروعية صدقة الفطر. ومن السنة أحاديث كثيرة في الصحاح، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. فقوله فرض رسول الله هذا يدل على الوجوب. نعم. وأن صدقة الفطر فرض وليست مستحبة فقط. نعم.
قال تجب على كل مسلم، على كل مسلم دون نظر إلى كونه إلى جنسه. وقوله على كل مسلم يخرج بذلك الكافر، فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر إذا انتهى شهر رمضان، وإن كانت على البدن، لأن الكافر، لأن صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. نعم. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب بهذا الشرط، تجب بهذا الشرط، تجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه يومه وليلته، كفايته هو في نفسه وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه يومه وليلته، فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته أو كفاية من يمونه يعني ينفق عليه تجب عليه نفقته، فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم وجود الشرط، توفر الشرط. نعم. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج. نعم. لا يمنع صدقة الفطر الدين إذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يمكن يتمكن أن يخرج صدقة الفطر، فإنه تجب عليه ولا يمنعها أن عليه دينا للناس إلا بطلبه. لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند المدين إلا ما يسدد الدين لم تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر، لأن الذي عنده أصبح مستحقا لصاحب الدين. نعم. قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. نعم. يخرج الإنسان عن نفسه أولا، أول ما يخرج عن نفسه، ثم يخرج عن من يمونه يعني عن من ينفق عليه من أولاده وزوجاته ووالديه وأهل بيته، يخرج عنهم، يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لأنها تابعة للنفقة، لكن يبدأ بنفسه أولا لأن ما يحتاجه، لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. نعم. قال ولو شهر رمضان يمونه، ولو شهر رمضان، ولو هذه إشارة للخلاف، أما أنه يمون هذا الإنسان دائما فلا شك أنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. أما الذي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه وإحسانا إليه فهذا قيل يجب عليه صدق، لأنها تابعة للنفقة، وقيل إنه يستحب له ذلك ولا يجب عليه. نعم. وأي القولين أرجح؟ الأرجح والله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا في شهر رمضان فقط لا يجب عليه ذلك. نعم. لأن هذا من باب التبرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. نعم. إن كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم. أما إذا لم يكن عنده سعة وإنما عنده ما يكفي عن البعض فقط فإنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده لأنه تلزمه نفقتهم، ثم عن والديه، ويبدأ بأمه ثم بأبيه. وذلك لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عندي درهم
قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على والديك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤونته على الترتيب الذي مر، فيبدأ بالأهم فالأهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد بين مالكين شركاء، يعني عبد مملوك لعدة أشخاص. العبد تجب عليه صدقة الفطر كما مر، نعم، وتجب على سيده لأنه لا ملك له وإنما ملكه لسيده، نعم، تجب صدقة المملوك على سيده. لكن لو كان له عدة مالكين فإنها تجب عليهم، يجب عليهم صاع، يجب عليهم صاع عن هذا العبد، ويتحمل منهم كل على قدر ملكه من هذا الصاع. نعم. قال ويستحب عن الجنين. يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين وهو الحمل في البطن، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بذلك، فيستحب إخراجها عن الجنين وهو الحمل الذي في البطن. نعم. قال ولا تجب لناشز. لا تجب الزكاة الفطر على الزوج لامرأة الناشز، لأن الناشز ليس لها نفقة ما دامت ناشزا، فكذلك ليس لها على زوجها أن يخرج صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة. نعم. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. من لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة وأخرج هو عن نفسه ولم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره أجزأته، لأنها في الأصل واجبة عليه، وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الأصل فتجزئه، ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وقت وجوب صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، من آخر يوم من رمضان. فإذا غربت الشمس ورؤي الهلال صارت هذه أول ليلة من شوال، حينئذ تجب صدقة الفطر. هذا وقت الوجوب، ولا تجب بأول الشهر أو بوسط الشهر. فلو مات الإنسان قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء، لو مات قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء، ومن مات بعد الغروب وجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها وجبت عليه. وكذلك من أسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب، أو ولد له مولود بعد غروب شمس ليلة الفطر لم يجب عليه أن يخرج عنه الفطرة لفوات وقت الوجوب. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس، بأن اشتراه أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات وقت الوجوب. نعم. قال فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. كذلك لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة هذه الزوجة، لأن العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب. نعم. وقبله تلزم. نعم، من ملك قبل الغروب
عبدا أو تزوج قبل الغروب، فإن أو ولد له مولود قبل غروب الشمس من ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده، لأنه أدرك وقت الوجوب. نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. هل وقت الإخراج؟ وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت إجزاء، ووقت قضاء. أربعة أقسام إخراج صدقة الفطر. نعم. له أربعة أوقات: وقت جواز، وذلك قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، كيوم 27 من رمضان أو 28، يعني يوم 28 من رمضان أو يوم 29 من رمضان، هذا قبل العيد بيومين يجوز، لأن ما قرب من الشيء أخذ حكم الشيء. نعم. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين لما في ذلك من التوسعة على الناس، ولأن الوقت قريب. أما لو أخرجها قبل اليومين من آخر الشهر فإنها لا تجزئه، لأنه لم يأتي وقت الوجوب. لم يأتي وقت الوجوب، ولأن هذا لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخرجونها من قبل اليومين من آخر الشهر. هذا وقت الجواز. وقت الفضيلة قبل الخروج لصلاة العيد، هذا أفضل. فإذا أخرها إلى وقت الخروج إلى صلاة العيد كان ذلك أفضل. ووقت الجواز، وقت الإجزاء في بقية يوم العيد، فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزيه، لكن فاتته الفضيلة، فاتته الفضيلة. أما وقت القضاء فهو إذا انتهى يوم العيد، إذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء، ويأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. نعم. تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد وقت إجزاء، لكن يكره كراهة التنزيه، لأنه فاتته الفضيلة. وأما إذا فات اليوم كله فإنه فات الأداء، لكن لا تسقط عنه، بل يجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، ويكون آثما على التأخير. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.